السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير بتستخدم شات جي بي تي في الكتابة الأكاديمية، وأنا هنا مش جاي أقول لك إن ده غلط ولا أقول لك ما تعملش كده، لا عادي خالص مفيش أي مشكلة، لكن بقول لك إن في موقع اسمه بيبر بال المفروض إن هو معتمد على الشات جي بي تي ومعتمد على الذكاء الاصطناعي، لكن متخصص أكتر في الكتابة الأكاديمية، وفي بعض المزايا زي مثلا إن في بلجن أو أدنس تقدر تضيفها للوورد بحيث إن هو سهل عليك. تمام الاداه هي بس محتاج ان انا اعمل حساب، هتيجي تقول له جيت ادنس وبعد كده تقول له انا عايز البريبال، وبعد كده تبدا تبقى موجوده معاك بحيث ان اي حاجه تكتبها هو يبدا يعمل لها مراجعه. طيب لو انت ما عندكش وورد انت ممكن تكتب هنا عادي خالص على الموقع وهو يساعدك في الكتابه ويتاكد لك ان المعلومات مش مقتبسه من اماكن كتيره، يساعدك في انك تكتب المقاله بتاعتك. خلينا نحط تكست هنا، هيبدا بقى يجيب لك الاقتراحات اللي لو في اي اخطاء لغويه يقول لك خلي بالك مثلا ان الكلمه دي في كلمه تانية المفروض تتكتب، في جمله معينه، في جمله مش واضحه، او انت المفروض المقاله كلها مكتوبه بصيغه معينه، لا انت هنا قلبتها بصيغه المخاطب. تمام، وتبدا تقول له فده يساعدك على الكتابة الحاجات الأكاديمية. ده الجرامري، ده برضو من ضمن المواقع القوية جدا، بيساعدني في لو في أخطاء إملائية، فأنا بستخدم أكتر من تولز عشان المقالة تطلع كويسة. زي ما أنت شايف بيديك اقتراحات أنت مقتنع بيها هتقول له أكسبت، مش مقتنع بيها هتقول له ريجكت، لأن ممكن الاقتراح ده يكون مناسب في أماكن ومش مناسب في أماكن تانية، او في جمله مناسب مش مناسب حاجه تانية. هنا هتلاقي لو في اي رموز لو انت عايز تترجم، لو في اي جمله ممكن تعمل عليها سيلكت هو يترجمها لك، لو في اي ملحوظات هيبدا ان هو يقولها لك. يعني ممكن ترفع ملف كامل وهو يبدا يتعامل معاه ويبدا يديك المقترحات اللي تعملها عشان تحسن المقال بتاعك ويبقى اكاديمي كويس. ولو عندك اي حاجه مكتبه هنا مخطوطه او كاتب انت بحث تقدر ترفعها وهو يديك مقترحات للتحسين.